السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله اليوم هادي نشارك معكم واحد تحليه كانت غزاله بزاف اللي كيسميوها باناكوتا باليوغور والحامض والفواكه. كتجي غزاله بزاف وصحيه 100%. ان شاء الله تعجبكم التحليه اليوم. عندنا هنايا 200 ميل د الحليب، عندنا هنايا مبشور واحد الليمونه مبشوره، وهنايا جوج الورقات ديال الجيلاتين حلال طبعا. عندي هنايا 300 ميل د يوغور طبيعي اولا غريك ستايل يوغور. انا استعملت غريك ستايل يوغور اللي كيكون هو كيكون المهم كيكون المذاق ديالو يعني مزيون حسن كريمي كيكون كتر. 3 مغارف د العسل. اول حاجه حتى ناخذ الحليب ديالنا اللي 200 ميل قلنا، هادي نعملوها على نار هادئه، وهادي نضيفوا له ديك مبشور الليمون واحد الليمونه مبشوره، وهادي نضيفوا 3 مغارف كبارين ديال العسل. المهم انا هذا المقدار هذا خرج لي 6 كؤوس صغيره. اذا بغيتوا يعني كميه اكبر ضعفوا المقادير وصافي. غادي نحركوهم مع بعضيتهم وغادي نعملوهم، خليهم على نار هادئه تيبقى يغلى لنا شتيتو ديك الحليب. هي بدا يغلى الحليب كنزولوهم على النار مباشره، هي بدا يغلى كنزولوه ما كنخليوهش يغلي بزاف، هي كيبدا يغلى صافي كنزول. هنايا عندي ديك الجوج الورقات ديال الجيلاتين غنعملوهم في ماء بارد، ضروري الماء يكون بارد، نخليوهم باش كيرطابوا. صافي مباشره بدا الحليب يغلى غادي نزولوه مباشره من النار، وغادي نضيفوا له ديك الورق ديال الجيلاتين اللي غادي نزولوا منه الماء طبعا، نعصروه من الماء وغادي نضيفوه على ديك الحليب، وغادي نحركوه حتى كيذوب لنا الجيلاتين، وغادي نخليوه جانبا حتى ما يبقاش يسخن بزاف الحليب. عادك غادي نضيفوا اليوغور، ما نضيفوش اليوغور مباشره والحليب باقي سخون بزاف. صافي الطريقه سهله وكتجي غزاله. تقدر تزيدوا لها المذاقات اللي بغيتوا طبعا، نعملت لها مبشور الليمون، تقدر تعملوا مذاقات اخرين شي مذاق كيجي واعر بزاف بزاف وكتجي صحيه. صافي دابا هنايا الحليب برد اللي شتيتو، هادي نضيف ديك اليوغور طبيعي اولا المهم اللي عملت انا غريك ستايل يوغور. صافي غادي نحركوهم مع بعضيتهم. نحركوها مع بعضيتهم وهادي نضيف وهادي نعملوها مباشره في ديك الاكواب اللي غادي نقدموا فيها. اولا تقدروا تعملوها في صحن واحد ومن بعد تقطع اللي بغيتوا. مهم كخصها تعمل في اكواب اللي غتقدم فيها وكتبقى في الثلاجه ليله كامله. انا عملت هادشي هذا الشغل هذا عملته في العشيه يعني بالليل وخليتها في النبيله حتى غدا عاد كملت عليها باش كتشبر راسها مزيان. هاد الكيسان هادو خرج لي انا هاد المقدار هذا 6 د هاد الكيسان هادو عامرين. كما قلت لكم اذا بغيتوا كميه اكبر كتضاعفوا المقادير. وصافي كما قلت لكم هادي ندخلو من النبيله ليله كامله حتى نغدا عادك، هادي نكملوها بالتزيين ان شاء الله.
نغطي وابشي حاجة نعملوها في الثلاجة. صافي دابا هذه اللغط يعني كما كتشوفوا شبال في راسها مزيان. غادي نضيفو نعملو دابا التزيين. عندي هنايا الرمان وعندي بيستاج مقطع وهذا جرامبريز اللي هو التوت البري اللي الشكل ديالو هو هذا كما كتشوفوا في الصورة. التوت البري هذا جاف. وعندي العسل والورد. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار. صافي غادي نزينهم دابا. غادي نعمل لهم يعني كيما قلت لكم التزيين على حسب الاختيار. نعمل هيدا واحد شويه العسل وغادي نبقى نضيف ديك فواكه وفواكه جافه والمكسرات. هي شويه هيدا العسل غادي نضيف هنايا ديك كرانبيريز كيما قلت لكم توس بري. وهادي نعمل شويه ديال الرمان. جا مذاق واعر عند الفواكه مع ديك باناكوتا جامزي مذاق ديالهم يعني منعشه. مثلا فطور في الصباح واعره صحيه. صافي غادي نضيف هنايا البيستاش حتى هو يعطينا شويه كولور. صافي غادي نعمل هنايا شويه هاد بادوست الورد في الوسط وصافي. المهم كيما بغيتو نتوما طبعا. وصافي وها هي وجده سهله مهله وكتجي صحيه وكتجي واعره مذاق وكتجي لذوذيه. وهذه هي النتيجه. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. مذاق ديالها جواعر وكتجي كريميه من الداخل. شكرا بزاف على المشاهده وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.